اهلا وسهلا بكم مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي. اليوم نتواجد هنا بقصر المؤتمرات بمدينه الدخله، وذلك لحضور اشغال الملتقى الافريقي الاول لتكوين المهني بحضور رئيس الحكومه المغربي سعد الدين العثماني وبحضور شخصيات مغربيه وافريقيه، وذلك من اجل تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين المهني باعتبار احدى الرافعات الاساسيه لبناء مستقبل افضل للشباب، كما سيتم التوقيع على مجموعه من الاتفاقيات مع بعض الدول الافريقيه. هذا الملتقى الإفريقي الأول للتكوين المهني، هذا إبداع حقيقة، لأن إفريقيا والمغرب جزء من إفريقيا محتاج اليوم باش يطور التكوين المهني ديالو، يولي مندمج في التطورات والتحولات المعاصرة والمستقبلية. هناك المهن اليوم، المهن، عديد من المهن ولا عندها عمر قصير، هناك مهن ستختفي وهناك مهن ستظهر. كيفاش يمكن التكوين المهني يشوف المستقبل ويكون لنا الشباب للمستقبل غادي يلبيو الحاجيات ديال المجتمعات ديالهم والحاجيات ديال السوق؟ هذه هي الفكره، كيفاش يكون ابداع في التكوين المهني، كيفاش نوسعوه يشمل اكبر قدر ممكن من الشباب، كيفاش نعطيه القيمه معنويه، لانه هو اللي غادي يعطي للشباب القدره على ولوج سوق الشغل وعلى الحصول على العمل وعلى العيش الكريم. اذا هذه هي الفكره كامله، ولكن بطبيعه الحال دار في الدخله، لان الدخله اليوم غيتولي واحد المحور ديال العلاقات المغربيه الافريقيه والعلاقات الافريقيه الافريقيه. اليوم في اطار هذا الملتقى الدولي ديال الدخله في اطار في ميدان ديال التكوين المهني اللي هو اول منتدى في هذا الاطار، هذا الوكاله المغربيه للتعاون الدولي مع المركز ديال التكوين المهني وقعوا 6 اتفاقيات مع الدول الافريقيه شركه ديال المملكه. هاد الاتفاقيات هما تيجوا في اطار تنفيذ والمساهمه في تنفيذ السياسه الخارجيه التي تقودها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله تجاه القاره الافريقيه اللي وضعها كاولويه ديال الخريطه الدبلوماسيه ديال المملكه. فهاد 6 اتفاقيات هما عندهم 3 الاهداف، الاول هو وضع الخبره المغربيه في الميدان ديال التكوين المهني تجاه هاد الدول الشريكه، وكذلك تقاسم هاد الخبره اللي غتساهم في تقويه القدرات الافريقيه داخل المملكه المغربيه. الهدف الثاني هو متعلق بالاحتضان والازدياد ديال العدد ديال المستفيدين الافارقه من المراكز ديال التكوين المهني. والهدف الثالث هو وضع هاد الاطر افارقه اللي غيجيو يدرسوا داخل المراكز ديال التكوين المهني يبينيفيسي من المنحه، البرنامج ديال المنح اللي المملكه المغربيه تتوضعه رهن ورهن اشارات القاره الافريقيه. الحمد لله تنظيم هذا الملتقى الاول حول التكوين المهني الافريقي هو ترصيد لواحد الخبره، واحد التجربه المغربيه في التكوين، مجال التكوين المهني، وايضا امكانيه دعم الشراكه جنوب جنوب بين المغرب والدول الافريقيه. حضور مهم، وفود اكثر من 20 وفد يترأسها وزراء، واليوم الحمد لله هذا الوفود جاوا المغرب لان عندنا واحد المصداقيه وعندنا واحد النظره، واحد استراتيجيه في التكوين المهني. De nouveaux modes de formation qui consacrent le milieu professionnel en tant qu'espace de développement des compétences ont été mis en œuvre. انا بالنسبه لي هذا اللقاء هو مهم من جانبين. الجانب الاول هو فيه الاهتمام بالعنصر البشري، راس مال الافريقي، لانه مهم ورافعه حقيقيه باش عندنا التنميه في القاره الافريقيه، ومن ضروري نستثمروا في هذا الجانب. الجانب الثاني اللي مهم عندي في هذا اللقاء هو انه اعطاء الاهميه للتعاون جنوب جنوب.
على المستوى الافريقي يعني كافارقه دول افريقيا نتعاونوا جميع باش نهضوا بهذا المسلسل التنميه، وبانه الشراكه رابح رابح هي الاساس، وبان هناك مجموعه من المشاريع اللي تبررت على ارض الواقع، وكما قلت هذا كينخرط بصفه عامه في التوجهات الملكيه الساميه اللي دائما كتدعو باش يكون العنصر البشري يعني هو المحور الاساسي للتنميه في افريقيا، وبان نعطوا يعني كل اهتمام لهذه الشراكه رابح رابح. C'est dans la boîte. Merci. Les conventions qui ont été signées aujourd'hui avec les 6 pays partenaires viennent renforcer le partenariat qui nous lie à eux à travers le renforcement du quota des places pédagogiques qui est octroyé aux stagiaires issus de ces pays-là et que nous réalisons en partenariat avec l'AMSI qui assure l'octroi des bourses aux stagiaires bénéficiaires. Ces conventions viennent également créer un cadre plus global de rapprochement avec les partenaires afin de mieux nous enquérir de la performance des systèmes de formation professionnelle dans leur pays et de nous permettre, dans une perspective d'échange d'expertise et de transfert de compétences, de les accompagner à travers le développement d'ingénierie, la formation de formateurs, d'administratifs et de cadres technico-pédagogiques, et plus globalement d'assurer un transfert d'expertise et un échange de compétences et de savoir-faire. Hein, chez lui, et je pense que ça peut s'applaudir parce que ça se traduit avec cette photo aujourd'hui. Voilà. Merci à